نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون رسلا في الشركة واتزان الحياة. الكرسي الرسولي يحث الأطراف المتنازعة في غزة على الالتزام بمقترحات السلام. زيارة تاريخية للبطريرك العبسي إلى الأردن لتفقد أحوال الأبرشية. النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية يضع حجر الأساس للمركز الرعوي الجديد في مسقط. وفيها أيضاً شفاعة القديسين على خطى مار شربل في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. خلال لقائه المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، ألقى البابا فرانسيس كلمة قال فيها: يحدثنا الإنجيل عن يسوع أنه أوصى تلاميذه ألا يأخذوا للطريق شيئاً سوى الضروري فقط. ولكي نقوم بذلك علينا أن نعرف كيف نكون متزنين في استخدام الأشياء وتقاسم ما لدينا حتى يمكننا أن نمضي قدماً وبوفاق. وأوضح قداسته بأن العائلة أو الجماعة التي تعيش بهذه الطريقة تخلق حولها بيئة غنية بالحب ومنفتحة على الإيمان وحداثة الإنجيل. وختم الأب الأقدس كلمته بالقول: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون رسلا حقيقيين في الشركة واتزان الحياة والوئام بيننا. من جهة ثانية، حث الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة الأطراف المعنية بالصراع الدائري في قطاع غزة على الالتزام في الحوار البناء بشأن مقترحات السلام، مشددا على ضرورة أن يتم وقف إطلاق النار على جبهات القتال كافة، وأن يفرج فورا عن جميع الرهائن والأسرى، وأن يفسح المجال أمام إيصال المساعدات الأساسية إلى الشعب في القطاع، واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف بدون أي استثناء. كما دعا الكرسي الرسولي إلى إعادة فتح جميع المعابر مع غزة من أجل تسهيل وصول المعونات الإنسانية إلى الشعب المتألم، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والأدوية، مشدداً كذلك على أهمية تنظيم عملية توزيع الطعام والمستلزمات الأخرى على السكان المحتاجين، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والضعفاء. أعلنت مطرانية الروم الملكي الكاثوليك في بيان أن غبطة البطريرك يوسف العبسي والسادة المطارنة أعضاء السنودس الدائم سيصلون إلى عمان في 30 من شهر آب القادم. وبيّن سيادة المطران إلياس الدبعي المدبر البطريركي أن هذه الزيارة القانونية المقررة ستستمر حتى 6 من شهر أيلول المقبل، وتعتبر هذه الزيارة التاريخية هي الأولى لغبطته منذ توليه السدة البطريركية، حيث تأتي للإطلاع على أحوال الأبرشية ومؤسساتها، كما سيلتقي بالإكليروس وبممثلي الهيئات العاملة في الأبرشية. وقد أعرب كهنة الأبرشية ومؤمنوها عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الأبوية وترحيبهم بغبطته وبالسادة الأساقفة أعضاء السينودس المرافقين. دعينا الرب الإله أن يوفقهم إلى كل عمل صالح لخير مسيرة الأبرشية الأردنية ورسالتها المباركة. قام الأمين العام للاتحاد العالمي لجمعيات الكتاب المقدس السيد ديريك والوفد المرافق بزيارة إلى دار الكتاب المقدس في الأردن. التقى خلالها المدير العام السيد منذر النعمات وفريق الخدمة، حيث اطلع السيد ديريك على الخدمات والبرامج التي تقدمها الدار، إضافة إلى الخطط والأهداف المستقبلية لتطوير الخدمة ونموها. وقد أشاد أمين الاتحاد بالدور المحوري الهام الذي تقوم به الدار ليس فقط في الأردن بل أيضا في المنطقة العربية. وتضمنت الزيارة عدة لقاءات، بداية مع الأمين العام لمجلس رؤساء الكنائس في الأردن الأب الدكتور إبراهيم دبور وعدد من ممثلي الكنائس المسيحية في المملكة. ترأس النائب الرسولي في شبه الجزيرة العربية المطران باولو احتفال وضع حجر الأساس للمركز الرعوي الجديد الذي سيبنى في حي غلا في العاصمة العمانية مسقط. وصرح سيادته بأن المبنى الجديد سيشكل مناسبة للأطفال والفتيان والبالغين كي ينمون بالإيمان. وقد عبر المطران باولو عن سروره الكبير للمشاركة في هذا الاحتفال وبوضعه الحجر الأساس لمبنى جديد سيستخدم للرعية كلها وللتنشئة المسيحية والتعليم الديني. ويتضمن المبنى غرفا يقيم فيها الكهنة، ما سيتيح المجال أمام تنظيم العمل الرعوي بصورة أفضل. كما سيلعب المشروع دورا استراتيجيا من أجل تنمية النشاطات الرعوية والاستجابة لاحتياجات المؤمنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة بمكان يدرس فيه التعليم المسيحي وتعقد فيه اللقاءات،
ويذكر أن عدد المسيحيين في سلطنة عمان يبلغ حوالي 300 ألف نسمة، 70% منهم كاثوليك والبقية أرثوذكس وبروتستانت. أقام سيادة المطران خليل سوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة صلاة الجناز في الكنيسة الأثرية للقديسين الأردنيين كوزما وذميانوس في مدينة جرش شمال المملكة. وتأتي هذه الصلاة لراحة نفوس الأباء والأجداد الذين سيبقون على رجاء القيامة والحياة الأبدية ممن أشادوا هذه الكنائس المقدسة قبل عدة قرون. حضر الصلاة عدد من الأباء الكهنة والدكتور عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والأثار والوزير الأسبق سامي هلسي. وبعد الصلاة تجول سيادته مع الحاضرين حول الكنيسة الأثرية واطلعوا على الكتابات اليونانية القديمة التي تزين أرضية الكنيسة. أقيم في كنيسة قلب يسوع الطاهر للاتين ألف حيس قداس شكرا لله على إنهاء الأب جوزيف سويس دراسة الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتران بروما. وقد ترأس الأب سويس بهذه المناسبة قداسا إلهيا بحضور المطران جوفاني بيترو دالتوزو السفير البابوي لدى الأردن وبمشاركة كل من الأب عماد طوال والأب ماثيو والأب باولو والأب بشارة حداد والأب علاء علامات والأب نادر صووق وحضور الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين وجمع كبير من المؤمنين والمؤمنات. وقد عبر الدكتور جوزيف السويس عن شكره لله على نعمه شارحا الصعوبات التي واجهها خلال دراسته للقانون الكنسي. في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدرسة العائلة المقدسة في غزة، قال خادم الرعية جابرييل روماني إن مبنى المدرسة كان قد جهز ليأوي العديد من النازحين الفلسطينيين ويقدر عددهم بآلاف الأشخاص، وأضاف أن المدرسة استهدفت مرتين ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، علما أن هذه المدرسة تعتبر من أهم المنشآت الكاثوليكية في القطاع وهي تقع على مسافة كيلومترات قليلة من الكنيسة التي تدير شؤونها بطريركية القدس للاتين. وفي سياق الحديث عن أوضاع أبناء الرعية الذين يصل عددهم حوالي 500 شخص، قال الأب رومانيلي إنهم يعيشون حياة هادئة بفضل رعاية الرهبان والراهبات لهم، ولم يفقد المؤمنون فيها الإيمان والأمل والصلاة، مع أن بعض النشاطات الرعوية فيها تم تعليقها خلال الأيام الماضية. في ظلال اليوبيل عنوان حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج الدكتور محمد المومني عضو مجلس الأعيان للحديث عن المحطات الهامة التي مر بها الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم قبل 25 عاما والمبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالته كرسالة عمان ودعوته المتكررة إلى الاعتدال والسلام والعيش المشترك. كما تحدث الضيف عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي واجهها الأردن وحتى وقتنا الحاضر. كونوا معنا. معاليك أنت رجل سياسي ومفكر وعملت في هذا السياسي وما زلت، وأنت الآن ما شاء الله أنت أمين عام لحزب الحزب الأكبر في 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 المملكة الأردنية الهاشمية. من ملامح هذا اليوبيل إنه الإنجاز طال، إصلاح قائد قانوني دستوري، إصلاح سياسي، أحزاب، حريات، كل هذه المشاكل اللي كانت تواجه الأردن وهذا السرد الشيق اللي قدمت لنا إياه مش عم بيغطي عليه أو بيبعد المملكة الأردنية الهاشمية عن أن تباهي بما أنجزته في الإصلاح. كيف ترى ذلك يا سيدي؟ شوف، إحنا من قيم الدولة منذ تأسيسها روحية التطوير والإصلاح. يعني في بدايات تأسيس الدولة كان دائما الحديث عن مؤتمرات والحديث عن توافقات والحديث عن أحزاب. إحنا كان عندنا أحزاب في مطلع القرن الماضي، وبالتالي دائما من قيم الدولة أنه أمورنا دائما تحتاج إلى تطوير وتحسين. أحيانا نغضب أو نعتب لما البعض يصور الأمور أنها سوداء وخربانة و يعني لا ليست بالمستوى هذا غير صحيح، وفيه تجني وظلم. فيه تجني وظلم، نعم. كل دولة فيها تحدي. احنا دائما نقول نرى الإيجابيات ونرى السلبيات
ونحاول أن نطور ونتعامل مع التحديات والسلبيات بشكل كويس. هذا مهم. إحنا مش دولة شمولية، إحنا مش دولة بوليسية. الآراء والنقد مسموح في الأردن، لكن مرة أخرى ضمن معيار أنه تنصف البلد، أنه تحكي شو الإيجابيات زي ما بتحكي شو السلبيات وتقدم حلول. هذه الروحية اللي موجودة بالتالي أصبحت جزء من قيم الدولة وقيم القيادة. الملك دائما يسعى للإصلاح. هلأ إحنا في الخمس ست سنوات الماضية احتفلنا أولا بمئوية الثورة اللي هي الثورة العربية الكبرى في 1916. نعم. وهذا مهم لأنه منظومة القيم العروبية الأصيلة اللي إجت فيها الثورة العربية الكبرى الحقيقة الأردن يعتبر نفسه وريثا لها. نعم. وهذا مهم، هذا نعم. مهم من هذه القيم، قيمنا العروبية، قيم التنوع والاختلاف. أنت بتعرف أبونا زي ما أنا بعرف كيف كان الأردن مستقبل للاجئين حتى المسيحيين المضطهدين، سواء كان من أرمينيا، سواء كان من أيام الملك عبد الله المؤسس، صحيح. نعم. آخرها وقت الحرب على داعش من الموصل. نعم. فتحت أبواب الأردن، أشقانا المسيحيين يجوا لهنا وقعدوا كذا. صحيح. فهذه جزء من منظومة القيم، الإصلاح، التنوع، الاحتفال بتنوع المجتمع، الحفاظ على هويته اللي بتعزز الأردنيين من شتى أصولهم ومنابتهم وأديانهم. لما احتفلنا بمئوية الدولة وكان الربيع العربي خلص وكان الأزمة حتى في سوريا هدأت، اختارت القيادة، وهنا حكمة الملك، أن نبدأ بمشروع إصلاح شامل اللي هي عقيدة الدولة الأردنية في المئوية الثانية. احنا قلنا في المئوية الأولى بدأنا بروح البناء، بروح ترسيخ الاستقرار، بروح بناء المؤسسات، بعزيمة الآباء والأجداد، لأن نريد أن نستأنف بهذه الروحية، روحية البناء، ضمن مشروع إصلاح ثلاثي سياسي اقتصادي وإداري. نعم. ونسير به. طبيعة الحال ما في مجتمع بالدنيا يستطيع أن يتوافق على خطوات الإصلاح وسرعة الإصلاح ونوعية الإصلاح. لكن المهم إنه عندنا رؤية إصلاحية ونستطيع جميعا أن نحققها بطريقة أو بأخرى. أنا بعتقد هذا يسجل لهم. اختتم في كنيسة القديس جوارجس للروم الملكي الكاثوليك في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء مخيم الأطفال العراقيين، والذي أقيم تحت عنوان تعال وانظر. وقد أقام على خدمة المخيم متطوعون من شبيبة الرعية وعدد من الأشقاء العراقيين برعاية قدس الأرشمندريت بولس حداد كاهن الرعية، الذي أعرب عن سروره لإقامة هذا النشاط في رعية الفحيص. وقد اشتمل المخيم الذي استمر 5 أيام على أنشطة روحية وثقافية واجتماعية إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال العراقيين. مع حلول العطلة الصيفية بدأت المؤتمرات الصيفية للشبيبة في مطرانية القدس للعام الجاري، وذلك في المدينة المقدسة لرعاية القدس والجليل والساحل وفي السلط لرعاية الأردن، ولاحقا في نهاية شهر تموز الجاري في رام الله لرعاية الضفة الغربية، حيث تم فصل المؤتمرات التي كانت تجرى عادة في مكان واحد بين القدس ورام الله بسبب الأوضاع الراهنة. وبهذه المناسبة زار رئيس الأساقف المطران حسام نعوم وعقيلته المؤتمر الثاني للجيل الثانوي في مدينة السلط، وشكر هناك كل من القس جورج قبطي والقس جميل خضر والسيدة ماري إسحاق والقائمين على هذه الخدمة الجليلة في بناء جيل الحاضر والمستقبل. وقد التأمت مؤتمرات الشبيبة لهذا العام تحت شعار كن غالبا، حيث تقام البرامج والنشاطات المختلفة حول الغلبة والانتصار بشخص الرب يسوع له المجد. في ظل سعيها لخلق بيئة داعمة وشاملة تتيح للشبيبة فرصة لتفريغ طاقاتهم وتنمية مواهبهم الثقافية والروحية والاجتماعية لأجل بناء مجتمع مزدهر بقيم التعاون والتضامن، وبدعوة من شبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم أقيمت في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي محاضرة بعنوان رسالتي في الكنيسة، شهدها العديد من الشباب والشابات. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. رسالتي في الكنيسة، هذا هو العنوان التي اتخذته شبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم. فبأجواء أخوية وروحانية أقامت الشبيبة بفئتيها العاملة والجامعية لقاء ومحاضرة قدمها الأستاذ بشار علاوي، وذلك في مؤسسة العمل الكاثوليكي.
رسالتي صراحة إذا حاب أوجهها بوجهها للشباب، بكفي أعتقد إنه نضلنا اتكاليين ونستنى من حدا يجي يحكي لنا تعالوا أو سووا أو اعملوا. أعتقد يعني حان الوقت إنه إحنا كشباب نبلش نفكر أكتر وين دورنا في الكنيسة، ونكون أكتر مبادرين حتى ندخل في الكنيسة. بناء على خبرتي أعتقد إنه رسالتي يمكن طولت تمنى اكتشفتها، بس أعتقد إنه إحنا في 2024 يعني جيل منفتح شوي على التكنولوجيا، فأعتقد بسهولة ممكن نبلش نلاقي وين شغفنا في الكنيسة وكيف ممكن إنه نخلي شبابنا يرجعوا للكنيسة. بدأ اللقاء بصلاة من الأخت أنا سلوى المرشدة الروحية للشبيبة وترتيل وترحيب بالحضور. اجتماعاتنا ما وقفت ولا أي جمعة من السنة إلا غير بس فقط فترة الأعياد، لأنه كنا بنعتبر أنه لازم الشباب يلاقوا فيه لإلهم بيت يلي هو يحتموا فيه حتى في ظل الأوضاع اللي إحنا موجودين فيها. لازم يكون فيه لإلهم ملجأ حماية لحتى أنه يكتشفوا أنه الله قريب منهم، الله موجود في حياتهم والله برافقهم حتى وقت الصعوبات. بالعكس وقت الموجة وقت الصعوبات ربنا بكون حاملهن على كتافه وماشي فيهن من خلال استقبالنا لإلهم، من خلال وجودنا معاهم، من خلال كمان تأمين لهم إنه نأمن لهم جو ومكان يلي يجتمعوا فيه أسبوعيا، وكمان كل مرة كانوا هني بحاجة. فاليوم لشباب وصبايانا يلي موجودين في الأرض المقدسة ولكل الشباب بقول لهم إنه ما تضيعوا الفوكس والهدف في حياتكم. الله قريب منك حتى بالرغم من كل الصعوبات يلي انت بتواجهها. ما في صعوبة الله غير قادر عليها، ولكن لما نحن بنكون متسلحين فيه نحن بنقدر نتحمل ونواجه ونجابه ونقاوم ونستمر في مسيرتنا، لأنه الله معنا، الله ما بتركنا، بالعكس هو ماسك إيدنا وماشي معنا الطريق زي ما عمل مع تلميذي عمواس. تخلل اللقاء حوار مفتوح حيث طرحت أسئلة عن أهمية رسالة ودور كل فرد في الكنيسة وكيفية انخراط الشبيبة أيضا في الكنيسة وكيف يكون إنسان فعال، فالشباب هم العنصر الأكثر. أسئلة كثيرة طرحت وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب في فلسطين. أنا عضو في الشبيبة صار لي سنتين، جاي أتعلم وأتقرب من يسوع، أتقرب روحنيا، أفهم، أضل في الكنيسة وأخدم، وكمان هاي رسالة حابة أتعلمها أني أوصلها للكل. وبتشكر نورسات على حضورهم وعلى كل شيء. جرى نقاش حول اكتشاف الدعوة والموهبة وكيفية استغلالها في خدمة الكنيسة والمجتمع، فلكل شخص رسالة وموهبة مختلفة. فالشبيبة هي مجموعة شبابية تابعة للرعية اللاتين في بيت لحم، تسير على نهج القديس فرانسيس الأسيزي الذي جعل المسيح محور حياته. لذلك تعمل الشبيبة على تعزيز الروح الدينية للشباب المسيحي من خلال المشاركة في القداديس والمحاضرات والأنشطة والرحلات الداخلية والخارجية والمخيمات والعيش بتعاليم الإنجيل. انتهى اللقاء بالشكر من قبل الشبيبة للأستاذ علاوي لما قدمه من خبرته الحياتية والتي حملت في طياتها فائدة وخبرة. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم. بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة أطلقت لجنة التعليم المسيحي لأبرشية إربيل الكلدانية نشاطها الصيفي لمرحلة الدراسة المتوسطة تحت شعار طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها. تضمنت فعاليات المخيم الصيفي الذي أقيم في كنيسة الرسولين بطرس وبولس بعنكاوة إربيل على مدى أسبوع نشاطات تعليمية وترفيهية. ويأتي هذا المخيم في إطار نهج الأبرشية التثقيفي لأبنائها وبيان تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والشابات، إذ تسعى الكنيسة كأم ومعلمة إلى تنبيه أولادها حول ضرورة استخدامها بشكل صحيح ومثمر، مقدمين عبرها نوعا من الشهادة لإيمانهم المسيحي.
قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة مميزة بعنوان شفاعة القديسين على خطى مار شربل، وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف سويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية في عمان، حيث قدم الضيف شرحا وافيا عن المعنى الحقيقي للشفاعة لدى الكنائس الرسولية منطلقا من شفاعة العذراء مريم وصولا إلى القديسين، لا سيما شفيع الكنيسة المارونية في الأردن القديس شربل. فإلى هناك أبونا، موضوعنا لهذا النهار كثير في طبعا بنسمع من الشباب وخاصة من جماعة المؤمنة، وفي أيضا كمان إحنا ما بدنا ناخد أو نحكي نتكلم عن عقائد بعض الكنائس الموجودة وخاصة الكنائس الغربية عن موضوع الشفاعة والصلاة لغير الله يعني غير جائزة، ونطلب بركة وشفاعة القديسين، يعني لماذا نتوجه إلى القديسين وهم بشر ولا نتوجه إلى الله. وأعطي الآية اللي بيستشهدوا فيها يعني بعض الحركات، وأنه المجد يعطى فقط لله وحده ولا يعطى المجد لأي بشر، هذه في الكتاب المقدس. فكل هذه الأمور عن موضوع الشفاعة والمجد البشري أم مجد إلهي، نتحدث هيك نعطي فكرة عن هذا الموضوع ونفسره يعني كتابيا ولاهوتيا بطريقة هيك نقنع المؤمن اللي بيحاول إنه دائما يدور على الحقيقة وهالقناعة لأنه والاطمئنان إنه عم بيمارس إيمانه بطريقة صحيحة ومرضية عند الرب. بداية بدي أقول الموضوع منه شائك، الموضوع صار كتير معلوك لسوء الحظ، ولسوء الحظ أكتر دكتور إنه قدي صرنا عايشين بعدنا بنرجع في كلمات ثقيلة بتجي على راسنا، بس إنه بنرجع بنعلك زيت الأفكار وزيت الاتهامات وزيت النقاط هي زيتها، ما في شيء عم بتغير، بالرغم من إنه الكنيسة الجامعة الرسولية إن كان الكاثوليكية أو الأرثوذكسية عطيت براهين وعطيت إذا بدي أقول عملت أطروحات إن كان بالجامعات أو دراسات أو حتى رسائل بابوية وغيرها وغيرها وغيرها، مش تنرضي الطرف الآخر الكنائس البروتستانتية تحديدا بأنه معهم حق أو ما معهم حق، أو أنه نحن كمان أنه على الأرض معكم ما نحن الكنيسة الأم، لا أنتوا جيتوا بعدين، لا نحن جينا بالأول. أنا بقول إذا بعدنا على هالمستوى دكتور وبصدق بقلك إياها، ما رح سير حدا وما رح سير حتى كنيستي. نعم. إذا رح نضلنا نخاطب بعضنا ونعتبر حالنا نحن كنايس جماعة مؤمنين ونخاطب ناسنا ونخاطب مجتمعاتنا ونخاطب الكنائس الأخرى بطريقة مين معه حق، نعم، وأنا معي حق وأنت ما معك حق، رح نكون بالحقيقة عم نجرح قلب ربنا أكتر وأكتر. وهيدا الشيء اللي صار لازم أنه نطلع من التفاهات ومن بدي سميهم من الأمور الهابطة تنحكي على مستوى كيف نخلص ناسنا وشعبنا. نعم. اللي هني حقيقة القضية بالنسبة إلهم ما بقى شفاعة ولا مش شفاعة ولا هيدا الموضوع ولا هيديك مع غمزات، وإنه يابا سجلنا نقاط وما سجلنا نقاط. إعلاميا ما بقدر أحكي لهوت بالمنطق اللاهوتي، وكل العالم اللي تابعتني عبر 33 سنة إعلام بيعرفوا إنه لاهوتي خطير ومزعج ومثل ما بيقولوا بدق أسفين. نعم. مش هيدا المطلوب. نعم. إعلاميا اللي عم بيسمعني اليوم ممكن يكون شاب، ممكن يكون صبي، ممكن يكون إنسان مجروح، ممكن يكون علامة، ممكن يكون عنده الفقه، وممكن يكون من أي كنيسة من الكنائس اللي نحنا منحترمون. أنا بقول إيش الوقت دكتور نبلش نفوت على حوارات عن جد قادرة تبني الكنيسة اللي فيه، يعني تبني حياتي الروحية، تخليني روح إلهج بشر عظم ذكر الله بدون ما أشوف وين نقاط الضعف أو وين المفاهيم اللي شوي هيك عملت مثل ما بقولوا ضبابية، وبلش أعمل أتاك عليها وأنسى كل مفاهيم الحب، كل مفاهيم السلامية اللي وردت بالكتاب المقدس. هيدي بداية.
اخوتي اسمعوني منيح، للكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية رح تغير، ولأنتو رح تغيروا. فشو المطلوب ينعمل؟ المطلوب اليوم نبلش نفكر على مستوى انه مثل ما بيقولوا بالباسكت وبالهيدا تايم اوت، خلينا عن جد نريح اعصاب الناس، نبلش نفكر على مستوى راقي اكثر. شو ممكن ينعمل لخلاص نفوس هالناس؟ كيف ممكن نقربهم اكثر من انجيل ونشرح لهم نكشف لهم القضيه؟ صار بدها قضيه عن جد مثل ما بيقولوا نظرة يسوعية بلانتي بعيونات أو بنظرة يسوعية للأمور، بدون ما نروح على مثل ما بيقول ماربولوس إذا رح تكفوا تعملوا اللي عم تعملوه عم تنهشوا بعضكم رح تفنوا بعضكم. هيدا الشيء ما بيعطينا بالحقيقة بهالعالم اللي نحن موجودين فيه إنه نكون لا الملح ولا الخميرة ولا النكهة الطيبة. يعني بالحقيقة صرنا نحن عم نطفطف تلوث وعم نحط على الميدي للناس لأولادنا مرات اللي هن أصحابهم يمكن يكونوا من الكنائس الأخرى ووصلوا لمرحلة أنه يخي ما بقى بدنا نسمع دخيلكم أنتوا وخلافاتكم أنتوا. أنا بقول خلي هيدا الحديث دكتور على المستوى اللاهوتي الرفيع مع بياتنا الروحيين بطاركة أساقفة علماء إلى ما هنالك، وخلينا على الأرض نوقف تروهات نوقف مشاكل، لأن أولادنا تركونا فلوا كلنا، ما حدا يقول لي لا بالكنيسة عم منزيد، بتزيد هون بتخسر هونيك، بتسجل نقاط هون بتخسر بالنقاط هونيك. بالحقيقة لازم نعمل أوفركام على كتير إشياء ونفوت على الموضوع من عدة زوايا وعدة أبواب. دكتور لسوء الحظ لأول مرة بحكي بهالموضوع، لأنه بالحقيقة أنا ككاهن عرفت من أنه عالج موضوع وفي 10,000 موضوع لازم نحكي فيهم أولادنا، لازم نحكي فيهم شبابنا، لازم نحكي فيهم ناسنا، قاعدين عم نتخانق وعم نخزق بعضنا ونسجل نقاط لحتى بالنهاية نوصل لا ولا مطرح، لا أنتوا رح تتغيروا ولا نحنا رح نغير نظرتنا. بكل بساطة مواضيع مثل ما بيقولوا مسكرة، مداها قصير، نظرتها معلبة، وأنا طالما إنسان كنسي أؤمن بما تعطيني إياه الكنيسة وبالدراسات اللي انعملت، وبعرف أنه أنتوا تؤمنون بما جب. هلأ في قواعد مشتركة أكيد، أكيد. القواعد المشتركة دكتور هي شو؟ بكل بساطة مين بيختلف على أنه الوسيط الوحيد بيننا وبين بين السماوي هو يسوع؟ طب وإذا بقول لك أنه أنا وأنت لازم، أنا وأنتو لازم نتوافق على أنه يسوع والآب واحد، فمين الوسيط عند يسوع والآب الواحد؟ يسوع. أي يسوع؟ ابن الإنسان ولا يسوع اللي هو الله المجد له؟ ليش هو يسوع غير الله؟ وليش إنه يسوع هو بيتشفع لي عند الآب؟ طب ما هو والآب واحد، أنا بحاجة ليكي دكتور. في كتير إشياء تنوصل لقضية الشفاعة، كتير إشياء، وصار لازم إذا بدك نحكي رب مين حكي عن كل هالإشياء اللي بتوصلني من هو يسوع، هوية يسوع. أكتر من هيك، ليش من هو القديس؟ ليش من هو إذا بدي سميه من هي العذراء؟ نعم. إذا كنا متفقين نحن وأنتو على أنه نحن وكل العالم، نعم، أنه العذراء أم عطيتني المخلص اللي أنت بتعتبره واللي أنا بعتبره الوسيط، نعم، وهي كانت بحشيها الواسطة تأنه أنا شوف الله وجها لوجه ويصفي الله إنسان. صرت بدي أجي أقول له إيه بس حط لي أمك على جنب، أنت ما بقى تهين أمي دخيل عرضك، مين ما كنت تكون، هيدي أمي، هيدي أمك، أنا أمي خط أحمر. عم بقولها بالعربي، أمي خط أحمر، يعني أنا اللي بده يجي اللي حط لي أمك على جنب بقول له خلص الحديث. هالقديس علمني، عطاني أمثولة حية، أتحفني بمعطياته، أوصلني، عطاني شبكة لحتى أكون أنا والآب هيك بحالة غرام، نقل لي خبرته التعليمية، خبرته الإيمانية، بيجي بقول له ايه خلص thank you انت هلأ خلص دورك، زيح يا صبي، زيح يا ما بعرف مين، انا هلأ انا والآب thank you لأنك عطيتني وهلأ انا والآب. يا خيي على طول بيجي بقول له للبوس تنفترض انا وصلني، من مين وصلني؟
وصلني من اللي علمني. فكانوا يقولوا من علمني حرفا كنت له عبدا. أنا ما بحب كلمة عبد، كنت له يا خيي خليني أقول شخص أمين، شخص وفي. أنا اليوم وقت اللي بيجي بتطلع بشوف أمي مريم هالمدرسة، هالقديسين اللي كانوا مدرسة، مدرسة حياتية، بيجي بشوف علاقتهم مع الآب قديش كانت علاقة واضحة، وبشوف أنه تعلموا على إيدين الكبار وألهمون وهيك تركوا فيهم أثار زلزالية. هني ما تلاقوا بيسوع، هني ما تعرفوا على الآب، هني بقوة الروح تلاقوا بإنسان أم، صديق، صديقة، خي، خلون ينتلوا من نعمة الله. فهيدولي تركوا بصمات قوية. بيجي بقول له أنا بيوم من الأيام أنت المشي والمحدة، أنا هون، أنا بهيدا الخط، تانكيو على كل حال، ما تحتقرني. بالنهاية أنت رضعت من صدر أمك الكنيسة، أنت أخذت تعليم أمك الكنيسة، البابوات، البطاركي، المطارني، الكهني، أماتنا، بياتنا. هيدا الإرث دكتور أنا بقول له مش مطلوب مني أنه أنا أقول أنه أنت صرت الله، لا، أنا عم بقول له أنت عرفتني على الله وأنا بعطيك الكريدت، لأنه لولاك أنا ما عرفت الله. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل ختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: لتساعدنا العذراء مريم لكي نكون رسلا في الشركة واتزان الحياة. الكرسي الرسولي يحث الأطراف المتنازعة في غزة على الالتزام بمقترحات السلام. زيارة تاريخية للبطريرك العبسي إلى الأردن لتفقد أحوال الأبرشية. النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية يضع حجر الأساس للمركز الرعوي الجديد في مسقط. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.